السلام عليكم. الفريق وقت اللي الصحافة والإعلام ما يحكيوش عليه، هذا الدليل أنه ما عندوش مشاكل، ما يحكيو عليه أو ما يحكيو كان على تشكيلته المحتملة أو يحكيو على مقابلته وقت اللي ينتصر أو يتعادل أو بطبيعة ينهزم. وقتاش الفريق الصحافة والإعلام يركزوا معاه؟ وقت اللي يكون عنده مشاكل. نفس الشيء في لاعب كرة القدم، اللاعب وقت اللي تكون أموره واضحة مع فريقه ما الإعلام والصحافة ما يحكيو عليه، كان بعد المقابلة يقدم أسيست، يقدم مقابلة ممتازة، يسجل هدف، الأداء بتاعه يكون دون المتوسط، وقتها الإعلام والصحافة يركزوا معاه. لكن اللاعب وقت اللي تكون عنده مشاكل الإعلام والصحافة تركز معاه، كيف ما صار مع حنا بعل المجبري وفريقه مانشستر يونايتد. ما ننكروش انه حنا بعل المجبري عنده مشاكل مع فريقه، والمشاكل ممكن ما تتمثلش في مشكل شخصي مثلا مع مدرب او مع اداره، لكن حنا بعل المجبري وقت اللي ما يكونش متواجد في قائمه الفريق، حنا بعل المجبري وقت اللي ما يكونش كيف متواجد مع فريق اقل من 21 سنه، هذا دليل انه عنده مشاكل. ومع هذا الفترة الأخيرة انقطعت أخبار حنا بعل المجبري، بالرغم أنه وضعيته ومستقبله مع فريقه مازال غامض. ممكن الإعلامي أو الصحفي الشهيرة فابريزيو رومانو ووضح لنا شوية مستقبل اللاعب وقت اللي خرج في بث مباشر وقال حنا بعل المجبري جات الإدارة مانشستر يونايتد العديد من العروض، لكن بطبيعة مش على سبيل إعارة بل انتقال نهائي، إدارة الفريق رفضت. بالكلام هذا نجمو نعرف ونزيد ونتأكدوا انه وضعي حنا بعل يا اما باش ينتقل على سبيل الإعارة والا باش يقعد مع فريقه مانشستر يونايتد. وقت اللي نعرفه مازال في عقده موسم واحد، يعني حنا بعل ما نجمش يخرج على سبيل الإعارة الا ما يجدد عقده مع فريقه. الى حد الان المجبري مازال ما جددش، بالرغم انه مازال 12 يوم بالضبط على نهاية الميركاتو الصيف. الكلام هذا كنا نعرفوه. المقابلة الأولى لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كانت ضد فريق ولفرهامبتون، المقابلة اللي انتهت بفوز المانيو هدف لصفر. حنا بعل المجبري ما كانش متواجد في القائمة، يعني احنا كجماهير للمنتخب قلنا كان حنا بعل يقعد وما ينتقلش على سبيل إعارة يلزمو ياخو فرصته، يعني وقت اللي يكون متواجد في القائمة ويعدي مقابلة كاملة على دكة الاحتياط ما عملنا شيء، فما بالك في المقابلة مش موجود ومش موجود من أصله في القائمة. صحيح لعب بعدها مقابلة ودية ضد الفريق الثاني ولعب أساسي وخاض مقابلة كاملة، لكن هذا عندوش معنى، حاشنا بالرسمي ما حاجناش بالودي. المقابلة القادمة ضد توتنهام إن شاء الله غدوة مع 5:30 متاع العشية، هاي جاية الأخبار الصحيحة فيما يخص بطبيعة حنا بعل المجبري. كنا تفرجنا في بعض الصور أنه حنا بعل حاليا قاعد يتدرب مع الفريق الأول، لكن ما نش متأكدين يندرى باش يكون متواجد في القائمة ولا، وخاصة أنه المقابلة القادمة ضد توتنهام، يعني كان ضد ولفرهامبتون ما كانش متواجد في القائمة واللعبة في مانشستر، ممكن باش تصعب أكثر على حنا بعل أنه يكون متواجد في القائمة ضد توتنهام. الوضوح يجينا من موقع مانشستر إيفينينغ نيوز اللي استشهدوا بموقع مان سبورتس اللي كانوا متواجدين على عين المكان، كانوا متواجدين في تدريبات مانشستر يونايتد الخوضة المقابلة ضد توتنهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. تقريبا نحكيك على كل شيء، ما ثماش نقطة إلا وعرج عليها. بطبيعة المقال طويل، ما نش باش نحكيه على كل شيء، باش نحكيه كان على اللي يهمنا، واللي يهمنا بطبيعة هو حنا بعل المجبري. الموقع حكي على بعض الملاعبية اللي مصابين ورجعوا ممكن يكونوا متواجدين في القائمة ضد توتنهام، كيف حكي على الملاعبية اللي ما أقنعوش المدرب إيريك تنهاك في المقابلة الفارتة، وحكي كيف على الملاعبية اللي قاعدين يبرزوا بشكل كبير في تدريبات الفريق ونوعا ما أبهروا المدرب إيريك تنهاج، وهذا اللي باش نركزوا معاه. نحكيو على 4 شبان، نحكيو على ألفارو فرنانديز، دان غور، حنا بعل المجبري، وماري فاسون. هذوما 4 ملاعبية شبان متواجدين حاليا في قائمة الفريق يتدربوا مع الفريق، وأكثر من هكا أقنعوا المدرب إيريك تنهاج بإمكانياتهم. الموقع يقول ثم إمكانية محتملة بعض من 4 الملاعبية هذوما ممكن يكونوا متواجدين في قائمة الفريق ضد
فريق توتنهام على حسب الأخبار اللي سمعنا بها في المقابلة الودية حنا باع المجبري كان أساسي وقدم مقابلة محترمة. المدرب تنها كان متواجد وأقنعوا حنا باع المجبري، لذا ما ثماش علاش المقابلة القادمة ضد توتنهام. بطبيعة نحكيه على 24 ساعة، نحكيه على مباراة غدوة، ما ثماش علاش حنا باع المجبري يكون متواجد في قائمة الفريق. وعلى حسب كما قلنا موقع إيفينينغ أو مانشستر إيفينينغ نيوز يقول الأربعة الملعبية اللي بطبيعة سميناهم واللي بطبيعة بما فيهم لعبنا حنا باع المجبري، الموسم الحالي ما ثماش فريق أقل من 21 سنة. الأربعة هذوما الأربعة أقنعوا المدرب إيريك تنهاج اللي باش يقعد، راهو باش يقعد مع الفريق الأول وباش يعطيه المدرب فرصته. الفرصة ما نعرفوش بالضبط فيش تتمثل، يندرى تتمثل في بعض الدقائق، يندرى تتمثل في بعض المقابلات، هذا بالطبيعة يرجع للمدرب ويرجع للفورمة متاع اللاعب. لكن اللي ماهوش باش يقعد مع الفريق الأول راهو ماهوش باش يكون مع الفريق الثاني باش ينتقل على سبيل الإعارة. ونعود نقولوها حنا بعد المجبري يعني على حسب الصحيفة مدامه مازال ما جددش عقده، يعني ننسيه حاجة اسمها على سبيل الإعارة، يعني باش يكون متواجد مع الفريق الأول، وباش ومدامه متواجد مع الفريق الأول أكيد بعض المقابلات باش يكون متواجد في القائمة وأكيد باش ياخو فورستو. نعود نقولوها ما نعرفوش بعض الدقائق أو بعض المقابلات. حب نختم بنقطة في غاية الأهمية، لاعب جزائري عمره 18 سنة يقول قايل بياري إيش مدخلنا فيه. الملاعب كي تشوف الهيئة نتاعو تقول حنا باع للمجبري بك الشعر وكريق، يلعب مع فريق كوينز بارك رانجرز الفريق المتواجد في الدرجة الثانية الإنجليزية أو بالأحرى تشامبيونشيب. اللاعب عمره 18 سنة قاعد يلعب في بعض الدقائق مع الفريق الأول. يتول الملاعب هذايا لا تجوز المقارنة بينه وبين حنا باع المجبري، كيف لا تجوز المقارنة حاليا بين حنا باع المجبري ورياض محرز. لكن لو حنا باع المجبر المقابلة القادمة ضد فريق توتنهام ما يكونش متواجد، وحتى لو كان يكون متواجد وما يلعبش بعض دقائق والربلوت كل مقابلة هكاكا يكون متواجد يا مش متواجد ومتواجد ما يلعبش، ريتوه الملاعبي هذايا اللي ملاعبي شو اسمه، هو الملاعبي اسمه ريان قلي. الملاعبي هذايا استناونا من هنا لنهاية الموسم تشوفوا الملاعبي هذا اللي كما قلنا إلى حد الآن لا تجوز المقارنة بينه وبين حنا بعل، تشوفوا الملاعبي هذا فين باش يوصل وحنا بعل فين باش ترسيل. وإيش حابين نوصلوا بالكلام هذا؟ حابين نوصلوا أنه فريق ليستر سيتي النازل حديثا للدرجة الثانية الإنجليزية حاليا في زوز مقابلات زوز انتصارات 6 نقاط متواجد في المرتبة الأولى، يعني يلعب على الصعود وبابتياز. ما ثماش علاش الموسم القادم ما نلقاوش ليستر بين الكبار في البريمير ليج، لذا ما ثماش علاش كيف حنا بعل باش ما ينتقلش ليستر على سبيل الإعارة. وزيد راهو ينجم ينتقل ليستر ويبرز بشكل كبير الموسم القادم، يلقى روحه في البريمير ليج ويلقى روحه حتى مع ليستر سيتي. أنا شفنا احنا رياض محرز من ليستر سيتي فين مشى المانشستر سيتي وفاز بألقاب وفاز بالبريمير ليج وفاز بربطة الأبطال الأوروبية، يعني كان ما ثماش البريمير ليج ينتقل للبريمير شيب مع ليستر سيتي، فريق كبير، فريق عنده أمجاد، فريق فاز بالبريمير ليج أفضل من اللي يقعد مع مانشستر يونايتد وما نعرفوش مرة في القائمة مرة مش موجود مرة يلعب بعض دقائق. شنو الفايدة وقت اللي حنبال يلعب في بعض دقائق؟ أما خير يلعب كأساسي في المقابلات الكل ولا يلعب بعض دقائق في بعض المقابلات ورار مرة في الفيل يلعب لك أساسي في بعض المقابلات؟ على خاطر نحب ولا نكره بالقائمة وبالليفكتيف متاع مانشستر يونايتد راهو حنا بعل ما عندوش حظوظ باش يكون متواجد في التشكيلة الأساسية ولا يقعد يلعب بانتظام. يلزمنا نعرفوا الحقيقة متاعنا وحنا بعل يلزم يعرف قيمته بالضبط باش ينجم يقدم. أما هو يقول لك والله ملاعب كبير وإحنا والله ملاعب كبير ويلزم يلعب ويلزم يلعب، لهنا راهو الملاعبي باش يضيع. في نهاية الحلقة ما نجم كان نقول إن شاء الله وبنسبة كبيرة حنا بعل نلقاوه متواجد في قائمة مانشستر في مباراة توتنهام. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كبش يقولكم حظ موفق لحنا بعل، حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس وسلام.